وينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية سعادة السيد أحمد السعاتي. سعادة السفير، مساء الخير. وضعنا في صورة جولة الإعادة لديكم في جمهورية روسيا الاتحادية، وكيف سارت عملية التصوير أو التصويت عفوا في السفارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نمسي على أهلنا في البحرين ونخبرهم أن لازلنا نواصل في السفارة استقبال الناخبين من الصباح، والآن العدد يتزايد مع مضي الوقت. ورغم هطول الثلج اليوم وتدني درجة الحرارة، ولكن نجد أن هناك حرص من جميع المقيمين، وهم عددهم ليس بالكثير في موسكو، معظمهم من الطلبة ولا يتجاوز عددهم 150، لكن من الصباح تلقينا اتصالات منهم أنهم يؤكدون الحضور، وبالفعل بدأوا بتوافد على مقر السفارة والمشاركة في التصويت. والمهم في الأمر أن هم يعني درجة الوعي التي تلمسناها لدى الناخبين، أن لديهم وعي بأهمية مشاركتهم في هذا الواجب الوطني، وأهمية تعزيز المؤسسات الدستورية، رغم أن معظمهم يصوتون لأول مرة لحداثة سنهم. ونحن في السفارة وفرنا لهم كل التسهيلات الممكنة، حتى المواصلات، من ليس لديه مواصلات كنا نوفر له وسيلة مواصلات. والحمد لله لازلنا مستمرين في استقبال الناخبين، وسنغلق الصندوق على الساعة 8 وهو نفس توقيت المملكة البحرين. وطبعا الطلبة والطالبات يشكرون حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي أتاح لهم المشاركة في هذه المسؤولية وهذا الواجب الوطني. واستقبلنا أيضا أحد المواطنين، هو قبطان لطائرة هبطت إلى موسكو اليوم وذهب رأسا من المطار إلى مقر السفارة، وأكد حرصه على المشاركة في هذا الواجب الوطني. والصحافة في روسيا أيضا اليوم ومواقع التواصل أيضا كتبت عن نجاح الجولة الأولى من الانتخابات وبروز وجوه جديدة من الشباب ومشاركة المرأة، وكان هذا محط إعجاب بالنسبة للقراء والصحافة والإعلام في روسيا. فأعتقد أننا حققنا النتيجة التي نريدها، وهي زيادة عدد المرشحين الذي بلغ 293، وكذلك النسبة الكبيرة من الناخبين التي بلغت 67%، وهي نسبة كبيرة جدا حتى بالنسبة للدول المتقدمة مثل روسيا وأوروبا. فنشكر حضرة صاحب الجلالة ونهنئ شعب البحرين بنجاح هذا الاستحقاق ونجاح هذه التجربة التي تترسخ عاما بعد عام، وتؤكد بأننا سائرون على طريق الصواب، وسنقطف إن شاء الله ثمار هذا الإنجاز الوطني، وسيعم إن شاء الله الخير على الجميع. نعم بإذن الله. سفير مملكة البحرين لدى روسيا الاتحادية سعادة السيد أحمد السعاتي، شكرا جزيلا لك.